العديد من البلدان مثل كوريا الجنوبية لديها مشكلة كبيرة في الكاميرات الخفية المستخدمة في الحمامات العامة. من أجل التأكد أن الخصوصية آمنة، يستخدم العديد من الأشخاص كاميرات يمكنها تحديد هذه الكاميرات الخفية. These special red lights are specifically engineered to bounce off of the reflective surface which all camera lenses have, no matter how big or small they may be. وجد هذا الرجل حيوان نمس يتظاهر بأنه ميت. But as you can see, he's still alive. He's just pretending to be dead, playing possum, as they call it. But yeah, they won't really bite or anything. هنا سمك الوحل، وهم عبارة عن نوع من الأسماك التي تستطيع تنفس الماء والهواء. على الرغم من كونها أسماك، إلا أنها تمكث 75% من وقتها على اليابسة بدلا من الماء. اشتهر هذا التمثال الهندي في الآونة الأخيرة أنه الأطول في العالم، ولكن يبدو أن الهند قد قامت للتو ببناء تمثال آخر. تمثال الوحدة هو الآن أطول تمثال في العالم. كان التمثال السابق بطول 420 مترا، ولكن تمثال الوحدة تعدى طوله إلى 579 مترا. تم إنشاؤه احتراما لما يعتقده الكثير من الناس بأنه الأب الروحي المؤسس للهند الحديثة. صادف كلب البحر هذا أن رأى سحلية لأول مرة ولم يستطع صرف النظر عنه للحظة. انسجم هذا الشاب والبغبغاء باللعب معا بشكل رائع. صممت شركة المشروبات هذه آلة بيع تتعثر عن قصد. تم تصميم آلة البيع بهذه الطريقة لأن طعم الشراب يكون أفضل بعد الاهتزاز. اكتشف العلماء كيفية أكل اللحم من بقرة حية دون أن يؤذوها. ما يفعلونه هو إخراج كمية صغيرة جدا من خلايا البقرة، ثم يتم نقل هذه الخلايا إلى المخبر حيث تنمو إلى قطع كبيرة من العضلات. وفي غضون 3 أسابيع لديك قطعة خارجية من اللحم من بقرة لا تزال على قيد الحياة، سعيدة وصحيحة. إنها تمطر فقط مرة واحدة في السنة في جنوب مدغشقر، فعندما تمطر تأتي جميع السلاحف الظمآنة لشرب الماء بنهم. هذه الأبقار لن تتوقف عن لعق هذه القطة.
هذه ليست رسوم متحركة في الكمبيوتر، إنها ساعة سائلة حديدية تستخدم المغناطيس لتحريك السوائل وإظهار الوقت. سنجاب المغفل يدعى هكذا لأنه سنجاب منزلي خجول لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في الحياة البرية، كلما أقحموه للخارج يصبح متوترا، لذا فهو يحب تدليك يديه لتخفيف توتره. وصلنا هنا نهاية المقطع، آمل أن يكون يومك أجمل ولو قليلا، وأراكم يا رفاق قريبا جدا. وداعا.